ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے، ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے اور آفتیں اس قدر ہیں، بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں، تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں، آپ کے الفاظ قدسیہ، آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنن اور آپ کی مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں، دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا، علماء سمرقند، علماء ماوراء النہر، ان کا تجربہ ہے، 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں، جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے، تو یہ قرآن، یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی، اس کا درس دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا۔ اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں، یہ کرونا وائرس آیا ہے لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو، مکاتب میں ہو، مساجد میں ہو، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں، تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا، تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں، چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں، ویڈیو لگا دیں، تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی، اس گھر سے، اس دھرتی سے، اس خطے سے اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو اٹھا لیں گے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں، تبھی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی، اور جو وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی، اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں۔ جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی، آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دیں گے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں، مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، شکریہ۔ کتاب الزکاتی، امام بخاری یہاں اس کتاب میں زکوٰۃ کے متعلق احادیث مبارکہ جو اکر صلاۃ السلام نے ارشاد فرمائی ان کو لا رہے ہیں۔ اب اس کتاب میں زکوٰۃ کے متعلق جتنی احادیث امام بخاری نے صحیح البخاری میں بیان فرمائی ان کی تلاوت کی جائے گی۔ کتاب الزکوٰۃ،
باب وجوب الزکات وقول الله عز وجل واقیموا الصلاة واتوا الزکاة وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی قال حدثنی ابو سفیان فذکر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یأمرنا بالصلاة والزکاة والصلاة والعفاف وبھی قال حدثنا ابو عاصم الضحاک بن مخلد عن زکریہ بن اسحاق عن یحیی بن عبداللہ بن صیفی عن ابی معبد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن فقال ادعوهم الى شهادة ان لا الہ الا اللہ اني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ما له وقال النبي صلى الله عليه وسلم أريب ما له تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة وقال بهز وبه قال حدثنا الشعبة قال حدثنا محمد بن عثمان قال وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير محفوظ إنما هو عمرو وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما والله قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حمار بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهم يقول قدم وفد عبد القيد على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا قال آمرهم بأربعين وأنهاكم عن أربعين الإيمان بالله فشهادتي أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقيل والمزفق والمزفت وقال سليمان وابو النعمان عن حماد عن ايمان بالله شهادة ان لا اله الا الله وبه قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة رضي الله عنهم قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن قد سرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق باب البيعة على إيتاء الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين
وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال 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 جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب اسم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى قوله تعالى فذوقوا ما كنتم تكنزون. وبه قال حدثنا مليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقا تطوأه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقا تطأه بأغلافها وتنتحه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رواء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاتهم مثل له ماله يوم القيامة شجعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا تحسبن الذين يبخلون آية بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيما دون خمس أوقات صدقة. وبه قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا به عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال أعرابي أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل لها خبيل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. وبه قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وبه قال حدثنا علي بن ابي هاشم سمعه هشيم قال اخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر فقلت له ما أنزلك هذا قال كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية والذين يكنزون ذهب الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذلك فكتب إلي عثمان أن
ان يقدم المدينه فقدمتها فكثر علي الناس حتى كانهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان فقال لي ان شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي انزلني هذا المنزل ولو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا ابو العلاء قال حدثنا الجريري عن عبد العلاء عن الاحنف بن قيس قال جلست حا وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا الجريري قال حدثنا ابو العلاء بن ابو العلاء بن الشي شخيري قال حدثنا ابن العلاء بن الشخير ان الاحنف بن قيس حدثهم قال جلست الى ملأ من قريش فجاء رجل خشين الشعر والثياب والهيئه حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نضغ كتفه ويوضع على نضغ كتفه حتى يخرج من حلمه ثديه يتزلزل من سديح من حلمه سديه يتزلزل ثم ولى فجلس الى ساريه فتبعته وجلست اليه وانا لا ادري من هو فقلت له لا ارى القوم الا قد كرهوا الذي قلت قال انهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي قال قلت ومن خليلك تعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اتبصر احدا أتبصر أحدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم قال ما أحب أن لي مثل أحد من مثل أحد ذهبا أن أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون وإنما يجمعون الدنيا ولا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن ديني حتى ألقى الله باب إنفاق المال في حقه وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حزن إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها باب الرياء في الصدقة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين قال ابن عباس صلدا ليس علي شيء ولا وقال عكرمة بابل مطر شديد والطل الندى باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب لقوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم باب الصدقة من كسب طيب لقوله تعالى يمحق الله الربا ويرمي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سميع ابا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرات من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلبه حتى تكون مثل الجبل تابعه سليمان عن ابن دينار وقال برقى عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم وابي مريم وزيد بن اسلم وسهيل عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصدقه قبل الرد وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا معمد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي فيها وبه قال حدثنا مليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد يعني عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال ويفيد حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرى لي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم النبيل قال اخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا ابو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفه الطائي قال سمعت عدي بن حاتم يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان احدهما يشكو العيله والاخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قطع السبيل فانه لا ياتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته فلا يجد من يقبلها منه ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له ألم أوتك مالا فليقولن بلى ثم لا يقولن لم ارسل اليك رسولا فلا يقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى الا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى الا النار فليتقين احدكم النار ولو بشق تمره فان لم يجد بكلمه طيبه وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لياتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقه من الذهب ثم لا يجد احدا ياخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال كثرة النساء باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة إلى قوله من كل الثمرات وبه قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان هو الحكم بن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاعي هذا فنزلت والذين يلمزون المطبعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم آية وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شيكيك عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرنا بالصدقه دي. إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. وبه قال حدثنا بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيء غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. باب فضل الصدقة فضل صدقة الشحيح والصح شحيح الصحيح لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى آخرها. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الآية. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة قال رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الصدقة اعظم اجرا؟ قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. باب. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن رضي الله عن عائشه رضي الله عنها ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اينا اسرع بك لحوقا؟ قال أطولكن يدا فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به صلى الله عليه وسلم وكانت تحب الصدقة. باب صدقة العلانية. وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الآية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقوله إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق
تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدق أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويريني أو جويرية أن معنى ابن يزيد أن معنى بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج وكان أبي أخرج دنانير يتصدق بها ووضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت يا معنو. باب الصدقة باليمين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظلته في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل معلق قلبه في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه تفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخافها الله فأخافها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارسة بن وهب الخزاعي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول رجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. باب من أمر خادمه بالصدقة ولم ينابل بنفسه. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المتصدقين. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مسروق عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة فهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر حين تصدق بماله. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وكان كعب ابن مالك رضي الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن خلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر
وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله بن يونس عن عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى ما كان عن ظهر غنى وابدا بمن تعول. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن قال حدثنا هشام عن ابي انا حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وبدا بمن تعول وخير الصدقه ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يستغني يغنيه الله. وعن وهيب بن قال حدثنا هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن نافع عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة واليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. باب المنان بما أعطى لقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. آية. باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت ولم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. باب التحريض على الصدقة والشفاعة. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم مال على النساء وبلال معه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو الواحد قال حدثنا ابو بردة عن ابو بردة بن عبد الله بن ابي بردة قال حدثنا ابو بردة بن ابي موسى عن ابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه السائل او طلبت اليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا توقي فيوقي عليك. حدثني عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال لا تحصي فيحصي الله عليك. باب الصدقة فيما استطاع. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن زبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك أرضحي ما استطعت. باب الصدقة تكفر الخطيئة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنها رضي الله عنهم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن قال قلت أنا أحفظه كما قال قال إنك عليه لجريء فكيف قال قلت فتنة الرجل
فتنه الرجل في اهله وولده وجاره تكفرها الصلاه والصدقه والمعروف. قال سليمان: وقد كان يقول الصلاه والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذه اريد، ولكن اريد التي تموج كموج البحر. قال: قلت: ليس عليك منها يا امير المؤمنين باس بينها وبينك باب مغلق. قال: فيكسر الباب ام يفتح؟ قال: قلت: لا بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت: أجل فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق: سله. قال: فسأله. قال عمر: قال فقلنا: أفعلم عمر من تعني؟ قال: نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته الحديث ليلة ليس بالأغاليط. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام قال: اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حساب رضي الله عنه قال: قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارايت اشياء كنت اتحنث بها في الجاهليه من صدقه او عتاقه وصله رحم، فهل فيها من اجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسلمت على ما سلف من خير. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها ما كسب وللخادم مثل ذلك. وبه قال: حدثني محمد بن العلاء قال: حدثني أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخادم المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. وبه قال: حدثنا آدم قال: أخبرنا شعبة قال: حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. وبه قال: حدثني عمر بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخادم مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. باب قول الله تعالى عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى. الآية. اللهم أعط منفق مال خلفا. وبه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزردة عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. باب مثل المتصدق والبخيل. وبه قال: حدثنا موسى قال: حدثنا ابراهيم قال: حدثنا ابن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما
جبتان من حديد حا وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا موسى ابو الزناد ان عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من سديهما الى تراقيهما فاما المنفق فلا ينفق الا سبوت او وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانا فهو يوسعها فلا تتسع تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين وقال حنزلة عن طاووس جنتان وقال ليس حدثني جعفر عن ابن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان باب صدقة الكسب والتجارة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية ومما أخرجنا لكم من الأرض إلى قوله غني حميد باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه قال حدثنا سعيد بن ابي برده عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد فقال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق وقالوا فان لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال يعين ذا الحاجة الملهوفة قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة باب قدركم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة وبه قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو شهاب بن خالد الحسائي عن حفصة بنت سيرين عن أم يتية رضي الله عنها أنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء فقالت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من ذلك الشاة فقال هاتي فقد بلغت محلها باب زكاة البركة وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أمر بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواك صدقة وليس فيما دون خمسة أوسك صدقة وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو قال سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باب العرض في الزكاة وقال طاووس قال عماد من أهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن فلم يستثن صدقة العرس من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها وصخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامتك أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له التي أمر الله ورسوله
كتب له التي امر الله ورسوله ومن بلغت صدقه بنت مقاد وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما او شاتين فان لم يكن عنده بنت مقاد بل على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شيء وبه قال حدثنا مؤول قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن عطاء ابن ابي رباح ابي رباح قال ابن عباس رضي الله عنه اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبه فراى انه لم يسمع النساء فاتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعدهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وقال عطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنما هما يتراجعان بينهما بالسوية باب زكاة الإبل ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنك شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقة قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وقال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر كتب له فريضة الصدقة التي امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الابل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معه شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه الجزعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين باب زكاة الغنم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله به ورسوله ومن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم
من كل خمس شات فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مقادر أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أثنى بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفيه صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شات واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع الأشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. باب لا يؤخذ فيه في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيأس إلا ما شاء المصدق. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنهم حدثه أن أبا بكر كتب له التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. باب أخذ العناك في الصدقة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري رضي الله عن الزهري حا وقال الليثي حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبا هريرة رضي الله عنهم قال أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم إلى على منعها. قال عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق. باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. وبه قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليكم زكاة تؤخذ من أموالهم ترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. باب ليس فيما دون 5 ذود صدقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الصعات المازني عن أبيه عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الوريق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. باب زكاة البقر. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار يجأرون يرفعون أصواتهم كما
تجأر البقرة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن السويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أقوم حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطأه بأخفافها وتنتحها بقرونها كلما جازت عليه أقراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. ورواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران القرابة والصدقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنهم يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. وقال أنس رضي الله عنهم فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بير حي وإنها صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه وتابعه روحا. وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح بالياء. وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال وقال اخبرني زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى ثم انصرف فوضع الناس فامرهم بالصدقه فقال ايها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف. فلما صار إلى منزلي جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه زينب. فقال أي زيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود. قال نعم إذنوا لها. فأذن لها. قالت يا نبي صلى الله عليه وسلم إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقتي به علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود رضي الله عنه وزوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ.